استضافت وزارة الإسكان وفدا من موظفي مجلس النواب والشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة الكونغرس الأمريكي. نعم، وذلك ضمن زيارة يقوم بها لمملكة البحرين، حيث اطلع الوفد على مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني وعلى حجم الإنشاء والبنية التحتية ونماذج الوحدات التي تم تشييدها وتخصيصها للمواطنين، مشيدين بمستوى الإنجاز وإعمار المدن الإسكانية ومراعاة السلامة المهنية بالمشروع والتي تجاوزت 4 مليون ساعة عمل آمنة منذ البدء في المشروع. وتأتي هذه الزيارة لتعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاطلاع على المشاريع التنموية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، إذ أشاد الوفد بجهود وزارة الإسكان في مجال التنمية الحضرية وجودة المدن. هذا واطلع الوفد على عرض تعريفي عن مدن البحرين الإسكانية، إلى جانب استعراض الخدمات المتوفرة بكل مدينة من مسارات مخصصة للدراجات وممارسة الهوايات المختلفة والمساحات الخضراء والحدائق والواجهات البحرية. من جهته أبدى الوفد إعجابه بنموذج الوحدة السكنية بشرق سترة، مؤكدين أن البحرين تمتلك تجربة متميزة في توفير السكن الملائم للمواطنين.